إخواني وأخواتي في كل الوطن العربي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم من مصر المحروسة دائما وأبدا بإذن الله، بلاد الطب والأطباء وقبلة الشفاء في كل الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. موعدنا المعتاد ما تنسوهوش أبدا، كل يوم جمعة الساعة 3:30 عصرا بتوقيت القاهرة، علشان نتقابل مع بعض نتكلم إزاي نقدر نعالج آلام الانزلاق الغضروفي بدون جراحة، إزاي نقدر نعالج آلام رجوع الألم بعد جراحات الانزلاق الغضروفي بدون جراحة، إزاي نعالج آلام ضيق قناة النخاع الشوكي والتهاب عرق النسا بدون جراحة. بنتكلم إزاي نقدر إن احنا نعالج آلام مفصل الركبة ونتنازل عن جراحة استبدال مفصل الركبة إزاي بدون جراحة. بنفكركم بالصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، المركز المصري لعلاج الألم. الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك هي المركز المصري لعلاج الألم، تمام؟ دي صفحتنا على الفيسبوك، بنقدر ان احنا نتواصل بيها على مدار الاسبوع، ولينا الشانل بتاعتنا على اليوتيوب، نقدر برضو ان انتوا تشوفوا كل المحاضرات والحلقات السابقة. بنفكركم برضو ان احنا عندنا يوم صحي اقتصادي، علشان يعني زي ما بيقولوا ان احنا يعني بسبب يعني الظروف الاقتصاديه الحاليه، فاحنا هيبقى عندنا يوم صحي لمرضى خشونه الركبه، هنعمل فيها حقن الماده الجيلاتينيه بسعرها فقط لا غير، بدون ما ناخد اي اتعاب. بيتحقن 3 أمبولات من الماده الجيلاتينيه في الركبه بدون بسعر الادويه اللي موجوده، تمام؟ ده يوم اقتصادي للناس محدوده الدخل. اللي يحب يشاركنا هيبقى يوم الاثنين، مش اللي جاي اللي بعده، يوم 17 غالبا، يوم الاثنين 17 اكتوبر، يعني الاثنين القادم ده لا، الاثنين اللي بعده اللي هو يوم 17 اكتوبر، الاثنين 17 اكتوبر هيبقى حقن الماده الجيلاتينيه بسعر الماده بس، 3 أمبولات سعرهم 500 جنيه زي ما هو مكتوب عليهم، واحنا مش هناخد اي اتعاب مشاركه منا بس في الظروف الاقتصاديه الموجوده والحملات اللي علشان نقلل الحمل الاقتصادي عن الشعب المصري ان شاء الله. طيب الاسئله المعتاده او السؤال برضو المعتاد اللي احنا دايما بنتكلم عليه وبيجي دايما، مريض انزلاق غضروفي، يا دكتور انا عندي انزلاق غضروفي، اعمل جراحة ولا ما اعملش جراحة؟ هو ده السؤال اللي دايما بيلخبط الناس، والسؤال اللي هو دايما بيقوله. زي ما احنا قلنا الناس اللي متابعانا على مدار السنوات اللي فاتت ده وعارفين خلاص، مريض الانزلاق الغضروفي لو بتقدر تمشي على طراطيف صوابعك خطوتين وتمشي على الكعبين خطوتين، حتى لو متألم، حتى لو متألم ما تعملش جراحة، لان ده معناه ان انت ما عندكش سقوط في القدم. طيب مش هعمل جراحه يا دكتور، امال هنعالج ايه؟ هنعالج جذور الاعصاب. وهسيب الغضروف؟ ايوه هتسيب الغضروف، ما تعملوش اي حاجه، لان الغضروف ده عضو زي ما احنا قلنا. طبعا الكلام ده مكرر للناس اللي متابعانا بقالها سنين، لكن اللي بيشوفنا اول مره برضو يبقى عارف ايه هي المعلومات الجديده. الغضروف ده بينشف، تمام؟ انت لما تسيبه مع الوقت من غير جراحه ومن غير ما تعمل حاجه، هو بينشف وبيبتدي يعني يقل خالص، يفقد الميه اللي فيه وينشف ويبتدي حجمه يقل، فانت كانك تخلصت من الغضروف بدون جراحه، فقط انك تصبر على الموضوع دوت وانك ما تعملش مجهود جامد يخلي الغضروف يكبر كل شويه. طيب الحاجة التانية، طيب ولا اشيله بالشفط يا دكتور، ولا اعمل التدخل المحدود، ولا اخش اعمل مش عارف استئصال، ولا اعمل تبخير؟ ما بتعملش الكلام ده كله. حتى شفط الغضروف انا كنت بعمله، او احنا تخصصنا بيعمله، انا ما بقتش اعمله، مش علشان هو وحش ولا حاجة، لكن علشان هو مكلف، وبرضه ما بيضمنش ان الغضروف هيروح، لان الغضروف ده عضو كل ما انت تشيله يرجع تاني، كل ما تشيله يرجع تاني، تمام؟ هتشيل بقى الغضروف عن طريق شفط الغضروف، هتشيله عن طريق تبخير الغضروف، هتشيله زي ما تشيله لازم بيرجع تاني، هي دي سنة الحياة. عشان كده احنا بنقول ما بنعملش جراحة الغضروف الا لو لا قدر الله في حاجة سيئة. يعني ايه حاجة سيئة؟ يعني لو الغضروف دوت عمل سقوط في القدم وشلل، ساعتها بتعمل الجراحة وبترجع كويس كويس من ناحية الشلل، لكن هيجيلك الوجع طبعا اللي هتسببه الجراحة. يعني ايه؟ يعني يا دكتور عمليات الغضروف دي بنعملها لما يكون المريض هيجيله بعد الشر شلل، فبيبتدي الاول بسقوط في القدم وضعف، مش على طول بيجيله شلل، فيبتدي سقوط بالقدم، يجيله سقوط في القدم، يعمل العملية، يقوم من العملية الحمد لله، لما يعملها حد كويس يبقى كويس، لكن عنده ألم. فاذا بعد جراحة الغضروف لازم هيجيلك وجع، فلو انت عندك الغضروف عامل ألم، مش معقولة هتعمل جراحة تجيب لك ألم. الغضروف عامل شلل، لا نعمل جراحة وتجيب ألم ونستحملها طالما ان كان في شلل. طيب في واحد هيقول طب وانا هستنى اما الوجع يتحول لشلل؟ ابدا،
عمر الوجع ما هيتحول لشلل. ليه؟ لان الغضروف اللي بيعمل لك تنميل وشكشكه وحرقان وكهرباء بيبقى متجه ناحيه العصب بتاع الرجل اليمين او الرجل الشمال او الرجلين، لكن الغضروف اللي هيعمل شلل بيبقى في النص رايح للنخاع الشوكي، ومش معقوله هيغير اتجاهه من هنا لهنا. انتوا فاهميني؟ يعني الغضروف اللي عامل الم مش هيتطور الى شلل ابدا، لان ده اتجاه وده اتجاه تاني خالص. لكن الغضروف اللي عامل ولا اللي عامل شلل هيتطور ويغير اتجاهه، فمحدش يخاف وحد يخوفه ويقول له لا اعمل العمليه احسن، لما الالم يزيد هتتشل. لا، بعد الشر عليكم، مفيش حاجه زي كده خالص. طيب نفس الحكايه، اعمل ايه يعني؟ حتى الناس اللي برضو بيتكلموا كتير، انا عندي او هو بيقول ان هو عنده تآكل في مفصل الركبة، سنه كبير، او احيانا بقينا نشوفها في سن الاربعينات والخمسينات تآكل شديد في مفصل الركبة، والناس بتقول له انت لازم تعمل عملية تغيير مفصل الركبة. طب عملية تغيير مفصل الركبة دي لو فشلت هتبقى مشكلة كبيرة، مش هيقدر يمشي تاني، مش هيقدر يعمل اي مجهود تاني. فعملية استبدال مفصل الركبة عملية ولازم تتعمل كل كام سنة، ولازم تتغير، ومريض السكر اللي بيعمل تغيير مفصل الركبة ممكن الجسم يرفض الحديد بتاعها او المادة اللي فيها، فيعمل ايه؟ برضو احنا بنقول خلي جراحة تغيير مفصل الركبة دي اخر حاجة، ما تجريش ورا العملية الجراحية على انها هي اللي هتحللك المشاكل، لان في النهاية مفيش حاجة نقدر نقول عليها لغاية النهاردة في العمود الفقري او في الركبة انها ممكن تحل لنا المشكلة نهائيا. مفيش حل، وفي حلقات كتير انا قلتها قبل كده ان مفيش حاجة اسمها حل نهائي. انت لو بتدور على دي حاجات مزمنة بتجيلنا كلنا، العمود الفقري، الركبة، فانت بتدور على حل نهائي مش هتلاقي. طول ما انت بتدور على حل نهائي هتقعد تصرف فلوسك على الفاضي ومش هتوصل برضو لحاجة اسمها حل نهائي. طيب اللي عنده غضروف يعمل ايه؟ مش هيعمل عملية. طيب يبقى احنا قلنا هنبتدي نعالج التهاب الاعصاب، هندي علاج التهاب الاعصاب، هنعمل حقن، في حقن بسيط جدا اسمه الحقن القطني العجزي، ده سعره قليل جدا. احنا دلوقتي بقينا في ازمه اقتصاديه، فاحنا لازم ندور على الحاجات الحلول الاقتصاديه وندور ازاي نقدر نعالج الناس بالبدايل الاقل في التكلفه. طيب يبقى احنا عندنا الحقن القطني العجزي، تمام. اللي ما بيرتاحش بيعمل حقن جذور الاعصاب، لو ما ارتحناش بنعمل تردد حراري، او بنعمل حتى حقن بالقسطره للناس اللي عندها تليفات والصاقات، واحيانا بنعملها للناس اللي هي عندها ضيق في قناه النخاع الشوكي عشان نسلك قناه النخاع الشوكي. طيب المريض اللي بيسمع دلوقتي ما هو مش عارف انا هعمل ايه، انا يعني انا والله انت علميا الكلام صح، لو انت هتاخدهم واحده واحده فده صح، ان انت تجرب تعمل الحقن الاول، ولو ما ارتحتش تبقى تعمل التردد الحراري، معكش فلوس تعمل الحقن ده وتعمل اللي هو حقن القطني العجزي، لكن انت تختار ايه؟ اختار حسب ظروفك المالية وحسب ظروفك الاجتماعية. طالما انه علميا صح ما تجريش ورا الاغلى، دايما الناس بتفاكر ان الاغلى او الحاجة الغالية هي اللي هتجيب نتيجة، او الحاجة الرخيصة مش هتجيب نتيجة. بيني وبينكو ده ممكن يجيب نتيجة او ما يجيبش نتيجة، وده ممكن يجيب نتيجة او ما يجيبش نتيجة. مش عشان عملت حاجة غالية فانت ضامن انك هتخف، ومش عشان عملت حاجة اقل في التكلفة انت ضامن ان انت مش هتخف. لكن انت لما تعمل الحاجة المناسبة لظروفك الاقتصادية وظروفك الوقتية الاجتماعية انت هتبقى مرتاح، وبالتالي ده هيخليك بتعمل العلاج او الحاجة براحة نفسية تخليك يعني انا زي ما اقول ايه، انا بعمل حاجة على قد الفلوس اللي في جيبي، انا مرتاح، ما اتزنقتش بدين، ما اتزنقتش بحاجة. لكن بلاقي كتير قوي ناس يبقى متألم جدا، وفي مثلا حقن للركبة ب200 جنيه حاجة رخيصة، لكن هو في دماغه انه مش هيخف لو عمله، ويقعد يروح يلم فلوس ويحوش ويستلف ويتعذب بالألم عشان يعمل أغلى حاجة. طب ليه؟ ده هو ربنا لو رايد لك تخف هتخف بأقل حاجة، ولو رايد لك ما تخفش مهما عملت. فانت خد بالأسباب دي، نصيحتي الحاجات المزمنة زي الركبة وزي العمود الفقري اعمل اللي في إمكانياتك. كتير قوي حد بيجي طب أنا أحقن المادة الجيلاتينية ولا أحقن البلازما، تمام، مفيش ولا يعني، والله لو انت عندك امكانياتك تسمح انك تعمل الاثنين طبعا اعمل الاثنين، لكن لو انت امكانياتك لا تسمح ان انت تعمل الاثنين هتعمل حاجه واحده، تمام. طب هتختار ايه؟ هتختار اللي انا اشرحه لك. يعني كتير قوي حد يقول لي طب انا ما اقدرش اعمل الحاجتين، اعمل ايه؟ ساعتها يتدخل العلم ونختار علميا ما دام احنا مش قادرين نعمل كل حاجه. لكن دايما المريض بيسال هو ايه احسن؟ ما هو ما دام انا عرضت عليك الحاجات دي كلها مش معقول هيكون ده احسن من ده، وانا هعرض عليك حاجه وحشه.
لا انت احنا بناخد بالاسباب، يا اما تعمل الحاجات بالترتيب ممكن تاخد علاج وتخف عليه، الله اعلم ممكن تعمل حقن وتخف عليه. فانت لو انت عندك امكانياتك الماديه وامكانياتك الوقتيه، يعني انت جاي من سفر بعيد مثلا، جاي بالطياره، جاي مسافر، فانت ممكن لا اعمل الحقن مع التردد الحراري مع بعض عشان انت مش هترجع تاني، مش هتعمل حقن. وفي حد يقول لك لا انا اقدر اجي اسافر اجي كل اسبوع بالطياره انا ما عنديش مشكله، فنقول له طب جرب العلاج وبعدين خد الحقن وبعدين خد التردد. فاحنا عندنا نوعين من الحقن الاقتصادي اقل في السعر، لكن المرضى عشان اعتقادهم ان الحاجة الاقل في السعر مش هتجيب نتيجة بيبقى بيعذب نفسه، بيفضل مستني لما يبقى معاه فلوس علشان يعمل اغلى حاجة. انا الدكتور بقولك ان الحاجة اللي احنا بنعملها ما بنبقاش عارفين ربنا رايد فيها ايه، فانت اعتمد على الله واعمل الحاجة اللي في قدر استطاعتك. تمام. من ميزات الحقن الاقتصادي بتاع القفني العجزي ان هو سعره رخيص جدا. حقن الكيتامين في الركبه للناس مرضى الركبه سعره رخيص جدا، تقدر تعمله يوم الكشف، يعني ممكن تكشف ولو انت متالم جدا، لان في ناس مثلا يبقى يقول لك طب انا هاخد علاج، وهو في دماغه انا هاخد علاج لغايه لما احوش فلوس عشان اعمل الحقن الكبير او اعمل التردد الحراري. اعمل الحاجه البسيطه وربنا قادر على شفائك بكوبايه ميه، مش بحتى مش هتلاقي حد يقول لك كده. اي دكتور عايزك تعمل اغلى حاجه عشان هامش الربح يبقى عالي علشان المكسب يبقى عالي، لكن هو القصه مش مكسب، القصه اعمل الحاجه اللي انت مرتاح لها ماديا ومسافات السفر تسمح لك بيها، هتبقى انت مرتاح لما تمشي عامل حاجة بسيطة وما انتش مديون ومش شايل همها، احسن بكتير لما تقعد تبقى شايل هم الدين وبرضه ممكن ما ترتاحش. فهي اهم حاجة النية تبقى صادقة ان الله سبحانه وتعالى هو الشافي، سواء عملنا حاجة غالية او عملنا حاجة اقل شوية. يبقى ده الحقن الاقتصادي بتاع الركبه ممكن تعمله يوم الكشف. الحقن القطني العجزي ده حقن اقتصادي للغضروف ممكن تعمله يوم الكشف، مش محتاج انك تروح وتيجي ولا اي مشاوير. ممكن ان حتى لو عملت حقن وتردد قبل كده ويعني الوجع باقي شويه، طب نعمل حاجه تزق زقه، حاجه رخيصه في السعر وايه وما فيهاش مشكله. فمش عايزين نبص نظره او نجري ورا الدعايه في التلفزيون ونجري ورا الحاجات دي، ان الحاجه كل ما تبقى غاليه كل ما هتجيب نتيجة. والله ربنا لو عايز يجيب نتيجة بأقل حاجة هتيجي النتيجة إن شاء الله بأقل حاجة. في ناس كتير قوي يعني ما بيعجبهاش الكلام دوت، يعني ايه يقول لي انت بس تطلع في التلفزيون تقول نسب النجاح كذا، حقن جذور الاعصاب نسبه نجاحه 70%، يعني كل 100 بنعملهم 70 بيرتاحوا 30 ما بيرتاحوش، بنعمل لهم تردد حراري 90% يرتاحوا 10 ما يرتاحوش، فانت كده. وفي الركبه نفس الحكايه. فبيقول لي يا دكتور محمد انت بتطلع تقول للناس العلاج دوت ده ليه نسبه نجاح، الحقن ليه كذا، عندنا 10% ما بيرتاحوش، يعني بييجوا ويكشفوا ويعملوا حقن وكل حاجه وما بيرتاحوش. طيب انت ازاي تقول حاجه زي كده؟ الناس بتطلع في التلفزيون، الدكاتره بتطلع تقول كلام حلو، يعني ايه احدث حاجه في الدنيا الحقن، احدث حاجه الماده الجيلاتينيه، احدث حاجه الحقن بالبلازما، احدث حاجه الكلام ده. طيب ما هو يعني هو الحلقات دي او المحاضرات دي ليس الهدف منها الدعايه، يعني احنا مش بنعمل كده للدعايه اساسا، يعني المحاضرات دي او الحلقات اللي انا بعملها للتوعيه. طب للتوعيه دي هتفيدني انا في ايه؟ هتفيدك انت وهتفيدني ازاي؟ ان انت قبل ما تتحرك من البيت عندك حق المريض قبل ما يروح للدكتور يبقى عارف الدكتور ده تخصصه ايه وبيعالج ازاي، والحاجات اللي بيعالجها بتخف ولا ما بتخفش، ونسبه نجاحها قد ايه، وتكلفتها قد ايه، وهدفع فلوس قد ايه، وانا مستني نتيجه ولا مش مستني نتيجه. كل الحاجات دي مهم. فالهدف من الحلقات مش ان انا احببك في انك تجي لي او ان انا اقول لك حاجه زي كده، الهدف التوعيه، انك تبقى فاهم قبل ما تتحرك. انا سمعت الدكتور محمد ده عنده ناس بتخف في كذا والناس ما بتخفش في كذا، ونسبه النجاح كذا، والتكلفه هتبقى كذا، كل حاجه انت عارفها قبل ما تتحرك من البيت. فلما انت هتيجي يبقى انت خدت حقك في التوعيه. عجبك الكلام هتيجي، ما عجبكش الكلام مش هتيجي، صح كده؟ يبقى انت في النهايه جاي فاهم انت هتعمل ايه، وده بيساعد في العلاج. لكن اللي هو يروح للدكتور كتير قوي، حد يبعت مريض، يعني انا مثلا كون عملت له حقن وخف، يروح يقول لصاحبه يروح للدكتور محمد يعمل لك حقن هتخف، انت ما تعرفش، يمكن هو ما يخفش انت خفيت وانتش عرفك ان الحقن المناسب ليه. فانت قبل ما تبعت مريض، وكتير قوي ناس اقول له لا خد الكشف بتاعك وامشي وروح اسمع في الانترنت واسمع الحلقات القديمه عشان قبل ما تيجي تبقى فاهم، لانه بيبقى جاي مش فاهم خالص، هو كل اللي هو فاهمه ان هو جاي بدل ما هيعمل عمليه هيعمل حقن وتردد حراري. ايه علاقه ده؟ احنا لا نقارن بالجراحه ابدا، احنا بنشتغل على الاعصاب لكن الجراحه بتشتغل على الغضروف، فاحنا ضد اساسا ان احنا نشتغل على الغضروف ولا الحاجات دي. طيب يبقى احنا دلوقتي
ولما انت بتبقى جاي في العياده انت عارف التكلفه قد ايه، عارف ايه العلاجات اللي بنعملها، عارف انت نسبه النجاح المتوقعه قد ايه، كل الحاجات دي بتخليك جاي وانت مرتاح نفسيا، وبتيجي وانت فاهم انت هتعمل ايه. لا تتعبنا، لا تتعبني ولا هتعبك. يعني انت لما تبقى عارف، وبعدين لما انت تبقى عارف كل حاجه قبل ما تيجي، يبقى انا مش هتعب كمان، انا بفيد نفسي، انا مش هتعب كدكتور ان اقعد افهم المريض، لان ما فيش وقت في العياده ان احنا نفهم المرضى. احنا بنعمل حلقات في التلفزيون عشان نفهم المرضى، بنعمل الحلقات في العياده عشان نفهم المرضى، بنعمل في كتاب بنوزعه موجود على الانترنت تقدروا تنزلوه من صفحتنا على الفيسبوك مجانا، وبنوزعه في العياده مجانا عشان نفهم المرضى. فانت مش رايح للدكتور عشان تفهم لسه، ده انت لو ما تجليش، انت لسه لو ما فهمتش انا بتكلم في ايه، وما فهمتش انا بعالج ازاي، وما فهمتش نسب النجاح قد ايه، يبقى ما تجيش. لان انت لازم تعرف الحاجات دي، لان في العياده انا مش هشرح لك الكلام ده، الحاجات دي احنا بقالنا 5 سنين بنشرحها. يعني لو قعدت على الانترنت هتلاقي الحلقات، انت محتاج او هتسمع عشان تفهم الموضوع 10 ساعات، عايز تحضر 10 ساعات في العياده ازاي. فالعياده مهمتها فقط التشخيص بتاع حاله حضرتك وخطه العلاج اللي احنا هنعملها لحضرتك، مش ان احنا نفهمك. لكن حقك في الفهم والتوعيه ده حقك، عشان كده احنا بنعمل الحلقات اللي انتوا بتسمعوها وبتشوفوها على الانترنت، وهي مش حلقات للدعايه. احنا مش بعملين نقول احنا بنعمل حاجات كويسه تعالوا اكشفوا عندنا في العياده، لا، ده للتوعيه، وعشان الناس تبقى فاهمه، واللي فاهم صح اهلا وسهلا بيه، واللي فهم الموضوع وما عجبوش بشكل خاطئ يبقى ارتحنا من القصه دي من اولها. الحاجه الثانيه ان دايما، يعني ايه، لما احنا كنا بنتكلم برضو الناس بتستفسر، طب نسبه نجاح يعني عندنا نسبه فشل 10%، طب يعني 10% من الناس بتعمل حقن وتردد ما بيبقاش مبسوط، يعني بيقول لك لا انا حاسس ان انا ما كنتش متخيل كده، او الالم ما كانش كده. ليه بيبقى فيه النسبه اللي احنا بنسميها عدم تحسن؟ لان الالم اللي حضرتك بتحسه مش كله بسبب التهاب العصب اللي عندك. ازاي؟ يعني انت عندك غضروف لمس العصب، او عندك خشونه في الركبه عامله احتكاك كده، كويس، عندك خشونه او عندك التهاب في العصب او انزلاق غضروفي بهذا المقدار. طب انت لو هتحس بالالم بهذا المقدار، لا، ده انت بتحس بالالم بنزود عليه الحاله النفسيه، وبنزود عليه الاكتئاب، وبنزود عليه ظروف الحياه، فالالم بيزيد كده، كويس. لو انت عندك الحاله النفسيه متدهورة زيادة، يعني في ناس بتتخض على نفسها قوي، اول ما يجيله الم خلاص انا كده هموت، وانا مش هلعب كرة تاني من ركبتي، هو انا مش عارف ايه، طب العيال دي مين اللي هيصرف عليها، طب ده انا شغال عامل باليومية يوم بيوم، هو انا خلاص رقت، مراته تقول له هو انت خلاص مش قادر تتحرك، يبتدي مشاكل تانية غير الالتهاب اللي عنده. فهو لو عنده التهاب او انزلاق غضروفي او تآكل في الركبة بمقدار مثلا 10 درجات، يحس بالالم 100 مرة، متخيلين 100 مرة. فتلاقي المريض داخل العيادة متألم ومش قادر وعامل وبيجي، فانت يتهيأ لك ان انت هتشوف الغضروف سيء جدا، لا، بس بنلاقي الالتهاب مش بهذه الشدة، لكن الحالة النفسية والعامل النفسي مدمر الدنيا خالص. فلما احنا بنعمل له حقن او بندي له علاج او بنعمل له تردد حراري او بنحقن له المادة الجيلاتينية او بنحقن البلازما في الركبة، احنا بنعالج الالتهاب اللي موجود. لكن ده انت عندك الالم اللي عنده بسبب الالتهاب قد كده، الالم النفسي اضعاف اضعاف. عشان كده نلاقي حد عنده غضروف بسيط جدا والتهاب في العصب بسيط وبيصوت، او واحده ست بتصوت، نعمل له حق، نديله علاج ما بيخفش، تردد حراري ما بيخفش. طب يبقى انا لازم افهمه، لان انا لو وقعت في واحد من زي كده تمام هيقول ان انا ضحكت عليه، فانا لازم اقول له ان في نسبه فشل، وان في عوامل بتخليك ما تحسش ان انت ارتحت تمام، لكن ده بيبقى ضد اللي موجود في الاشاعه، لان عندك الحاله النفسيه وعندك وعندك وعندك. لكن هو مش هيخف خالص، لا، هيخف. يعني هنفترض ان هو عمل حقن وتردد، طلع من 10% اللي ما ارتاحوش، يعني عدى الشهرين وهو لسه متالم، مجرد انه يرجع لشغله وحالته النفسيه بتستقر بيبتدي الالم يروح. طب بنعرفها ازاي؟ لان بشوف ناس، يعني جه عمل حقن وتردد وبعدين ما ارتاحش، قدر الله ما شاء فعل، انت ما ارتحتش خلاص، عدى الشهرين وما ارتحتش خلاص، هو شايف ان هو ما ارتحش، ابص الاقيه جاي لي بعد 3 4 اشهر جايب لي واحد زميله تعبان، الله، طب انت ما ارتحتش، لا يا دكتور، ما انا لما صبرت شويه حتى ما بعد الحقن والتردد وقلنا خلاص ان هو فشل، لا، ما انت فعلا انا رجعت لشغلي وابتديت انسى الموضوع وابتديت، فابتدى الحقن والتردد فعلا يعالجوا الالتهاب والموضوع ينتهي. فحتى الناس اللي ما بترتاحش هي بتتاخر في التحسن، مش ما بترتاحش نهائيا. فعشان كده الحكم على
الموضوع بتاع نسبة النجاح لازم نقولها طبعا، لأن معظم في ناس كتير قوي 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 حالتهم النفسية أول ما بيجي لهم ألم بتتدهور تماما، وتعمل له بقى اللي تعمله له تلاقيه ما بيخفش، تبقى مستغرب تمام. والمشكلة كمان لو لجأ للجراحة، يعني المشكلة لو قالك ده أنا خلاص بقى عملت حقن وعملت تردد ومش قادر وتعبان وسالف فلوس دوت، والعيال دي مين اللي هيصرف عليها، ويخش في الموال دوت، فتبص تلاقيه طب هيعمل عملية، فيبتدي يعمل العملية وحتى يحصل مشكلة أخرى ان هو ما يرتاحش برضه بعد العمليه، لان هو فاكر التحسن من وجهه نظره حاجه تانيه خالص مش زي ما احنا نقول. فاذا احنا عاملين الحلقات للتوعيه، نقول لك ايه الحقيقه، ايه اللي بيتحسن، ايه اللي ما بيتحسنش، حقن جذور الاعصاب بيتكلف قد ايه ونسبه نجاحه قد ايه، التردد الحراري نسبته قد ايه وبيتكلف قد ايه، الحقن المادة الجيلاتينية في الركبة، حقن البلازما في الركبة بنعملها ازاي، نسبة نجاحه ايه، بتتكلف ايه، قبل ما انت تتحرك وتيجي للتوعية وليس للدعاية، للتوعية وليس للدعاية. في حاجة تانية برضو عايز اقولها للاخوة، خصوصا ان التحاليل والاشعات في جمهورية مصر العربية تكلفتها اقل ودقتها اعلى من الدول العربية. انا مش بعمل دعاية البلدي وان كان هذا لا يعيبني، ولكن لصالح المرضى فعلا احنا عندنا اشعات الرنين والتحاليل اكثر دقة بكثير من الدول الاخرى، واقل تكلفة بكتير، يمكن بتكون بربع الثمن او بتلت الثمن. فالناس اللي جاية من الدول العربية او اللي جاية من حاجة، يفضل انك تعمل في مصر التحاليل والاشعات، لان هي بتتكتب باللغة بتاعتنا الانجليزية، يعني بنبقى فاهمينها، لان في ناس بتيجي من الجزائر والمغرب وتونس الحاجات بالفرنساوي والدقة فيها مش قد كده تمام. زي ما انا بقول انا مش بعمل دعاية، يا كل البلاد دي بلادي يعني، لكن فعلا الاشعات والتحاليل في مصر اكثر دقة من باقي الدول، وهذه حقيقة وليست دعاية، واقل تكلفة من باقي الدول، اقل بكتير. فانت لما بتعمل ودول تدي سيديهات وما تديش افلام للاشاعة، ويدي السي دي معهوش تقرير والسيديهات قديمة، انت لما تشرفنا في مصر في خلال يوم واحد هتعمل التحاليل والاشعات حديثة واكثر دقة، ومش هيبقى فيه اي تكلفة خالص ازيد من بلادك. فانا بكررها مرة تانية يا جماعة، وكتير قوي حد يبعت يقول ايه طب قول لي اعمل اشعات ايه عشان اجيبها عشان اكسب وقت. لا انت مش هتكسب وقت، لان ممكن نطلب اشعات عن طريق الانترنت غلط، فلما تيجي تتكلف تاني او تعمل اشعات في بلدك ما توضحش الحاجة اللي انا عايز اشوفها، او تعمل تحاليل ما توضحش الحاجة، فتضطر تعيدها تاني وتدفع فلوس تاني وتضيع وقت تاني. فيفضل ان اللي جاي نعمل التحاليل والاشعات في مصر، دي اقل تكلفة، اقل من اللي هتدفعه في بلدك تمام، واكثر دقة، وهنبقى احنا واريح لي انا ان انا اشوف الاشعة بالطريقة والتقارير تكتب بالطرق اللي احنا بنعرف ان احنا نشخص بيها. فانا عايز اعرف في وقت باقي، باقي وقت؟ طيب الحاجة بقى اللي احنا بنفكركم بيها برضو، تابعونا دايما على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، المركز المصري لعلاج الألم، صفحتنا على الفيسبوك المركز المصري لعلاج الألم. لينا قناة على اليوتيوب محمد يسري MOHAMMADYOSRY، دي القناة اللي عليها الحلقات القديمة واللي عليها الحاجات القديمة كلها، نقدر ان انتوا تتابعونا. اللي في يعني قبل ما انت تتساءل عن اي حاجة، واحد عامل عملية الغضروف والعملية ما نجحتش والألم رجع تاني، هتلاقي فيديو مكتوب او فيديو بيشرح ساعة كاملة ليه حصل فشل لجراحة الغضروف وازاي نحل المشكلة دي. واحد عايز يسأل عن البلازما تمام، هتلاقي حلقة كاملة عن البلازما تقدر تسمعها، اللي هو حقن البلازما في الركبة. واحد تاني عنده فايبروميالجا او تليف عضلي، هتلاقي حلقة كاملة عن فايبروميالجا. واحد عايز يشوف الفيديوهات والحاجات احنا بنحقن الناس ازاي وبنعمل الحاجات دي ازاي، هتلاقي فيديو وهتلاقي حلقة مليانة فيديوهات ازاي بنحقن العيانين وازاي بنعمل الكلام ده. واحد عايز يعرف نسبة النجاح، انا نسبة نجاح الحاجات دي قد ايه، هتلاقي حلقة كاملة عن نسب النجاح اللي بتحصل. واحد في دماغه أسئلة معينة، هتلاقي في فيديو مكتوب تساؤلات في أذهان المرضى. واحد عايز يلخص الموضوع خالص، عايز يعرف الحقائق إيه، هتلاقي فيديو 20 حقيقة غائبة عن علاج آلام الغضروف والركبة بدون جراحة. فأرجوكوا تابعوا الموضوع دوت على اليوتيوب قبل ما تسأل أي سؤال يجي في دماغك،
الحلقات هتغطي الكلام دوت والاسئله بتاعته. اللي عايز يسال على اي حاجه او اي حتى الاسعار والحاجات ممكن بنبعتها له على الفيسبوك. بنفكركم بقى ان يوم الاثنين 17 اكتوبر ان شاء الله هيبقى عندنا يوم صحي لمحدود الدخل للركبه، الماده الجيلاتينيه هنحقنها اللي هي بتقعد 3 شهور، 3 امبولات هيالجان ب 500 جنيه. مش المفروض ان انا اقول كده بس هقول للناس ما بتبقاش فاهمه، حضرتك هتدفع في الركبه بدل 800 جنيه هتدفع 500 جنيه اللي هو ثمن الادويه فقط لا غير، وتاخدها بسعرها مكتوب عليها قدامك، تمام؟ فده هيبقى يوم اقتصادي يوم الاثنين 17 اكتوبر، يوم الاثنين القادم 17 اكتوبر ان شاء الله هتشرفونا. هنعمل حقن الماده الجيلاتينيه في الركبه ب 500 جنيه بدل 800 جنيه، 500 جنيه بدل ال 500 دي اللي هي فلوس الدواء، الثلاث امبولات اللي هنحقنهم لك هم دول قيمتهم مكتوب عليهم 500 جنيه، واحنا مش هناخد اي اتعاب ومش هناخد اي حاجه، وحضرتك هتدفع يوميا 500 جنيه بدل ما بتدفع في الايام العاديه 800 جنيه. الوقت بينا مر بسرعه، و تابعونا على هذه الشاشة الكريمة كل يوم جمعة الساعة 3:30 عصرا بتوقيت القاهرة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.